السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في التتمة ديال دراسة الدوال. إذا في هذه الحصة هذه إن شاء الله غنشوفوا دراسة الدالة والطريقة ديال الإجابة على الأسئلة المتعلقة بها، وأيضا غنتعلموا كيفاش نرسموا المنحنى. ولكن قبل ما ندوزوا للتمرين ديال الدالة، غنتعلموا أولا كيفاش نرسموا مستقيم. إلا تعطات لك معادلة ديالو، مثلا عطاونا شي مستقيم، اولا بغيت نرسم واحد المستقيم اللي هو y كتساوي 2x ناقص y، حيت في دراسة الدول ولا بدا خصك تعرف كيفاش ترسم شي مستقيم اللي كتعطى لك المعادلة ديالو. مثلا هذا مستقيم المعادلة ديالو هاد العجب هذا. اشنو كدير؟ كتختار جوج نقاط، كتختار جوج نقاط دائما باش ترسم المستقيم. كتختار جوج نقاط، مثلا واحدة غنسميها A واحدة غنسميها B، نفس الطريقة دائما الا بغينا نرسمو شي مستقيم. انت دابا كتختار القيم اللي كتعطيها الاكس، كتختار القيم، اختار 2 4 0 1 اللي عجبك، ولكن دائما كنختاروا القيم اللي صغيره، كنبداو دائما من صفر باش ما نلقاوش شي عدد اللي هو كبير في المنحنى، مثلا نلقاو 10 ولا صافي. دونك هنا غنعطي الاكس واحد القيمه، كما قلت غنعطيها صفر، انا اختاريت صفر. انت الا بغيتي تعطيها شي عدد ماشي مشكل، غنعطي الاكس صفر حيت الاكس هو اللي كيمثل لي الاصول. شحال غيساوي ايكغيك الا حطيت بلاصه اكس صفر؟ جوج في صفر هي جوج، صفر ناقص واحد هي ناقص واحد، دونك ايكغيك كيساوي ناقص واحد. غنختار النقطه الثانيه، غنختار شي حاجه بلا صفر، مثلا غنعطي الاكس واحد، غنعطي الاكس واحد، شحال غيساوي ايكغيك؟ جوج في واحد هي جوج، جوج ناقص واحد هي واحد، اذا ايكغيك كيساوي واحد صافي. كتعوض اكس بشي قيمه من عندك وكتلقى ايكغيك، هكا كنلقاو جوج نقاط. من بعد كتجي لهنا كترسم دوك جوج نقاط. غنختار الاولى صفر ناقص واحد، ها صفر في الافصول، ها ناقص واحد في الارتبي، يعني هاد النقطه هادي واحد واحد، فين هي واحد واحد هي هادي. من بعد ملي كتحدد جوج النقط، ملي كتحدد جوج النقط راه كترسم داك المستقيم. اذا غنرسمو دونك المستقيم كيكون دايز بحال هكا. اذا هادو هادي هي الطريقه ديال رسم المستقيم y كتساوي 2x ناقص واحد. يلا نديرو شي مثال اخر، مثلا الا طلبوا منا في التمرين او لا بغيتي ترسم مستقيم y كتساوي x مثلا، هذا اصلا معروف هو المنصف ديال هاد الجهه هادي، ولكن غنختار جوج نقط، وحده غنسميها A وحده غنسميها B. الا عطيت الاكس صفر شحال غيساوي y؟ الا عطيت الاكس صفر غيساوي ايكغيك نيت صفر، حيت الا عوضت بلاصه اكس صفر غتعطيك ايكغيك كتساوي صفر. الا عطيت مثلا الايكغيك مثلا جوج شحال غتساوي، اولا الا عطيت عفوا الاكس جوج شحال غيساوي ايكغيك؟ حتى هو غيساوي جوج، حيت كتحط نفس القيمه بلاصه اكس. يلا غنرسمو، عندك صفر صفر ها هي، وعندك جوج جوج، جوج تقريبا هنا، وغترسمو ملي كتحدد دوك جوج نقاط كترسمو. تقريبا حيت انا ما عنديش المسطرة باش نشوف مزيان هنا. دونك هذا هو إيكغيك كتساوي إكس، وهكا كنرسمو المستقيمات. إذا نتمنى تستافدوا من هذه الفكرة هذه اللي كنحتاجوها دائما في دراسة الدوال. دابا غنمسح السبورة باش نمشيو للتمرين التطبيقي. كما كتلاحظوا الاسئله قدامكم، غتكتبوها في شي ورقه وتحطوها باش تتبعوا معايا سؤال بسؤال. من خلال هاد الداله هذه غنفهموا بزاف ديال الامور، الاهم ديالها غنتعلموا كيفاش نرسموا المنحنى بابسط الطرق. يلا ردوا معايا البال. دونك كما عندكم تما اف داله عدديه معرفه بما يلي: اف دو اكس كتساوي اكس عامل لجذر اكس ناقص جوج
الكل استثناء. اذا السؤال الاول اللي عطاونا اللي غنجاوبوا عليه، حدد مجموعه التعريف، حدد مجموعه التعريف ثم احسب النهايات عند محداتها. اذا ندير هنا اولا تحديد مجموعه التعريف ثم النهايات. عند محدات دي دو اف، هذا هو السؤال الاول. بالنسبه لمجموعه التعريف شرحتها بزاف ديال المرات، كدير عاوتاني لدينا دي دو اف تساوي اكس ينتمي الى ار بطبيعه الحال، هذا شرط اساسي. سلاش كما قلنا عندك جوج مجرمين، المجرم الاول هو الجذر والمجرم الثاني هو المقام. شنو عندك في هذه الداله؟ هذه عندك الجذر، ما كيهمنيش هاد اكس، ما كيهمنيش هاد اس اثنان، ما كتهمنيش هاد ناقص اثنان، كيهمنا الجذر. فيما كاين الجذر كتمشي للداخل ديالو، خصك تاخذو اكبر او يساوي صفر. شنو عندك الداخل ديال الجذر؟ عندك فيه اكس، اذا خص يكون داك اكس اكبر او يساوي صفر. هذه هي الطريقة ديال تحديد مجموعة التعريف. دونك هذه راه كتعني من صفر مغلق، حيت عندك او يساوي، داكشي علاش درنا مغلق، تاع بلس لانفيني. دونك احنا جاوبنا على السؤال الأول، اكس أكبر أو يساوي صفر كتعني من صفر تاع بلس لانفيني. دابا السؤال الموالي، ثم أحسب النهايات عند محدات دي دو اف. أشنو كنقصدو عاوتاني بمحدة دي دو اف؟ تما فين كيكون المجال مفتوح. يعني الى عندك مجموعه تعريف فيها مثلا عندك المجال مفتوح جهه صفر وعندك المجال مفتوح جهه بلس لانفيني، راه غتحسب جوج نهايات، غتحسب وحده عند صفر بلس وغتحسب الثانيه عند بلس لانفيني. ولكن في هذه المجموعه التعريف عندك غير جهه وحده اللي محلوله هنا، يعني غتحسب غير واحد النهايه. فين غتحسبها؟ غتحسبها في بلس لانفيني. علاش؟ حيت هذا مغلق، ما عندي ما ندير به، كاين الصوره ديال صفر. تما فين كيكون المجال مغلق ما كتحسبش النهايات ديالو، راه عندها الصوره. يلا غنحسب النهايه عند محدات دي دو اف. عندنا واحد المحد بلوس لانفيني ديال اف دو اكس اللي كتساوي دائما اكس يؤول الى بلوس لانفيني جذر مربع اكس ناقص جوج اس اثنان. شحال غتعطينا هادي بالتعويض المباشر؟ غتعطينا هادي بلس لانفيني وهادي بلس لانفيني، اذا الضرب ديال بلس لانفيني كيعطيك بلس لانفيني. بلس لانفيني لان ليميت اكس يؤول الى بلس لانفيني ديال جذر مربع اكس ناقص جوج راه كتساوي بلس لانفيني، يعني الداخل ديال الاقواس كتساوي بلس لانفيني. بلس لانفيني و استثنان هي نيت بلس لانفيني، وهاد اكس حتى هو راه بلس لانفيني، اذا الضرب ديال بلس لانفيني بيناتهم ماشي مشكل، كتساوي بلس لانفيني، ماشي شكل غير مهدد. اذا هادشي علاش قلنا بلس لانفيني. يلا غنمسح السبوره باش نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني عطاونا حدد الفروع اللانهائيه للمنحنى سي اف. دونك كما شفتوا الفروع اللانهائيه كنا شرحناهم، وهي اصلا التأويل الهندسيه ديال النهايات. اذا جميع النهايات اللي كتحسب في التمرين كدير ليها واحد التأويل هندسي. شحال من نهايه حسبنا في التمرين؟ حسبنا وحده عند بلس لانفيني، راه يلاه مسحتها. اذا غنحطها كما هي، عندنا الليميت بلس لانفيني ديال اف. شحال لقينا فيها؟ لقينا فيها بلوس لانفيني، صافي؟ هذه اللي حسبنا في الاول، حسبنا عند بلوس ولقينا بلوس. واش عندها التأويل الهندسي؟ ديما إلا كتحسب عند لانفيني وكتلقى لانفيني ما عندهاش التأويل الهندسي، حسب داكشي ديال اللي شرحنا في الفروع اللانهائية. إذا غنحسب اف دو اكس على اكس، مباشرة غنحسب اف دو اكس على اكس، بحيث اكس تؤول إلى بلوس لانفيني. اف دو اكس على اكس، وديك الساعات كنحكم على النتائج اللي غنلقى. اكس تؤول
الى بلس لانفيني غنعوض اف دو اكس بالتعبير ديالها. كما قلنا هاد الداله هادي فقط تجربه شاهده باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المنحنى سي اف في المعلم. هادشي اللي كيهمنا وكلشي هاد المعطيات اللي كنلقاو راه كنستعملوها. اذا انا عوضت اف دو اكس غيكون واحد الاختزال وغتعطينا اكس تؤول الى بلس لانفيني جذر اكس ناقص جوج اس 2 واللي كتعطينا بلس لانفيني. علاش قلت بلس لانفيني؟ لان ليميت اكس يؤول الى بلس لانفيني ديال جذر اكس ناقص جوج هذه راه كتعطيك بلس لانفيني صافي. اذا بلس لانفيني اس 2 كتعطيك بلس لانفيني. هاد الجذر ديال اكس عند بلس كيعطيك بلس بلس ناقص عدد ما كيهمنيش داك العدد. احنا لقينا في اف دو اكس على اكس لانفيني اشنا هو التاويل الهندسي حسب الفروع اللانهائي اللي شرحت لكم في الجزء الاول. ملي كنلقاو في اف دو اكس على اكس لانفيني اما بلس ولا مو لانفيني في النتيجه كنقول سي اف يقبل فرش الجميع، يعني سي اف يقبل فرع شال جميع اتجاهه محور الأرتيب بجوار بلس لانفيني. علاش؟ حيت كنحسبو عند بلس، كون كنحسبو عند موان غنقول بجوار موان. اشنو كنقصدو بفرع شال جميع؟ هو العكس ديال مقارب. فرع شال جميع كيبعد على محور الأرتيب، حيت قلنا فرع شال جميع اتجاهو محور الأرتيب، يعني غيبعد على محور الأرتيب ماشي غيقرب ليه، حيت ما سميتوش مقارب صافي. إذا هذه هي الطريقة ديال الإجابة على السؤال الثاني. دابا غنمسح السبورة باش نمشيو للسؤال الموالي. السؤال الثالث هو قابلية الاشتقاق يمين صفر ثم أو النتائج هندسيا. إذا هذا هو السؤال. شنو باش كتفكرنا هذه القاعدة ديال أولا هذه القضية ديال قابلية الاشتقاق في نقطة، يعني ديك القاعدة ديال اف دو اكس ناقص اف ديال صفر على اكس ناقص صفر الليميت ديالها. إذا الاشتقاق في يمين صفر غنحسب الليميت، هادشي راه كنا شرحناه ديجا، يمين صفر يعني صفر بلس، وندير هاد القاعدة هادي اف دو اكس ناقص اف دو صفر على اكس ناقص صفر. أول حاجة غنحسب الصورة ديال صفر، إلا حسبت الصورة ديال صفر غنعوض لي زيكس بصفر، صفر في صفر ناقص جوج أس 2 يعني صفر في هذا التعبير راه كتساويني صفر، إذا الصورة ديال صفر كتعطيك صفر وكتعوضها فتعطينا غنعوض اف دو اكس بالتعبير ديالها أس 2 على اكس، حيت اكس او الثاني ناقص صفر هو نيت اكس، وهذه راه مشات ما عوضتهاش تما حيت كتساوي صفر، غيكون واحد الاختزال غتعطينا اللي هي جذر صفر هو صفر غتمشي ناقص 2 اس 2 شحال كتساوي؟ ناقص مع اس 2 غيمشي، 2 اس 2 هي 4، إذا النتيجة هي 4. التعويض المباشر غتعطيك 4. مزيان، شناهو التأويل الأول؟ حيت قال لك ثم أول النتائج هندسيا. إذا التأويل الأول اف غير أولا قابلة للاشتقاق، علاش؟ علاش قلت قابلة للاشتقاق؟ حيت لقينا عدد ينتمي إلى اغ، ماشي غير قابلة للاشتقاق. امتى غنقول غير قابله للاشتقاق؟ الا لقيت بلس ولا مو ولا انفيني في النتيجه، ولكن دابا لقيت عدد يعني قابله للاشتقاق. اف قابله للاشتقاق يمين او لا في صفر على اليمين. التأويل الثاني سي اف
يقبل نصف مماس معادلته إغريك كتساوي معادلة ديال المماس يعني معادلة مشهورة إف بريم دو صفر إكس ناقص صفر زائد إف دو صفر حيت كنهضرو على اليمين ديال صفر النقطة صفر داكشي علاش درت إف بريم دو صفر هنا صفر وهنا صفر وغنحسب ونشوف شحال كيساوي إغريك اذا إغريك كيساوي شحال كتساوي اف بريم ديال صفر راه ما غتحسبهاش ولا تقلب عليها راه يعني النتيجه ديال ليميت ديما اف بريم ديال صفر كتساوي النتيجه ديال ليميت الا كانت كتساوي عدد صافي اذا هي 4 شحال كتساوي اف ديال صفر هي صفر دونك غتعطينا إغريك كتساوي 4 اكس حيت 4 في اكس هي 4 4 في 0 هي 0 مع هاد 0 كتمشي اذا هذه هي معادله المماس وخصنا نعقلوا عليها حيت كنحتاجوها باش نرسموها في المنحنى هذا الشيء كل شيء كيعطينا فكره على طريقه انشاء المنحنى يلا غنمسح السبوره باش نمشيو للسؤال الموالي السؤال الموالي هو اف بريم دو اكس يعني عطاونا بين انه لكل اكس من 0 بلس لانفيني اف بريم دو اكس كتساوي هذا التعبير هذا يعني ملي غنحسبوا اف بريم دو اكس خصنا نلقاو هذا التعبير ولكن اولا بعد سميتو خصنا ولا بدا نبينوا ان اف بعدا تقبل الاشتقاق في هذا المجال اللي عطاونا اوكي قال لك لكل اكس من 0 بلس لانفيني خصنا نبينوا ان اف تقبل الاشتقاق في هذا المجال اذا هنا كنهضروا على الاشتقاق على مجال كما شرحت في الفيديو السابق يمكن لكم ترجعوا ليها الاشتقاق على مجال باش تفهموا الطرق ديال التعامل مع الاشتقاق على مجال هذه عباره عن ضرب دالتين داله في داله غنبين هذه بوحده تقبل الاشتقاق نشوف فين تقبل الاشتقاق ونشوف هذه بوحده فين تقبل الاشتقاق اذا غندير لدينا قبل ما نحسب اف بريم لدينا داله جذر اكس ناقص جوج تقبل الاشتقاق على صفر بلس لانفيني علاش درت صفر مفتوح حيت كما قلنا هاد جذر اكس راه داله اعتياديه عطيت عليكم ديجا في الخاصيه قلت لكم اودي راه ديما جذر اكس يقبل الاشتقاق في المجال صفر بلس ولكن صفر مفتوح صافي صفر مفتوح دونك هذا الجذر يقبل الاشتقاق في صفر بلس لانفيني راه حتى هذا الجذر ناقص عدد ولا زائد عدد راه نفس الشيء يعني يقبل الاشتقاق في هذا المجال نيت غنشوف ديك الداله الاخرى اللي هي اكس داله اللي هي اكس تقبل الاشتقاق الاشتقاق على المجال R علاش حيت حدوديه اوكي هاد اكس هذا حدوديه وخاصه على المجال صفر بلس لانفيني درت عاوتاني صفر بلس لانفيني باش تكون تشبه ليا هذيك باش ندير واحد المجال موحد اذا الضرب ديالهم راه يقبل الاشتقاق في هذا المجال هذا ومنه الدالة اللي هي اكس في جذر اكس ناقص جوج اس اثنان غندير اس اثنان حيت هادي عاوتاني الا كانت تقبل الاشتقاق في صفر بلس لانفيني راه واخا درنا ليها اس اثنان ماشي مشكل اذا حتى هي راه تقبل الاشتقاق في صفر بلس لانفيني وهادي تقبل الاشتقاق في صفر بلس لانفيني اذا حتى الضرب ديالهم يقبل الاشتقاق في صفر بلس لانفيني تقبل الاشتقاق في المجال صفر بلس لانفيني هنا كما قلنا درنا مفتوح علاش درت مفتوح باش ما لقاش شي تناقض
حيت هذه اصلا لا تقبل الاشتقاق في صفر. ولكن كما لاحظتوا في التمرين او في السؤال اللي قبل، ملي درسنا الاشتقاق في صفر ديال اف دو اكس اللي هو نتاع التعبير، اشنو لقينا؟ لقينا بان اف تقبل الاشتقاق في صفر، على اليمين تقبل الاشتقاق في صفر. اذا راه من حقي نسد هذا القوس هذا. علاش؟ حيت بهذه الكتابه هذه بحال الا قلتي راه الداله لا تقبل الاشتقاق في صفر، على اليمين لا تقبل الاشتقاق في صفر، ولكن ملي حسبناها لقيناها تقبل الاشتقاق في صفر. اذا راه غدير بما ان اف قابله للاشتقاق في صفر على اليمين، إذن اف قابلة للاشتقاق على المجال. دابا يمكن لك دير مغلق، في الاول درناه مفتوح حسب هاد الامور هذه حيت فرقناها، ودابا ملي لقينا الضرب ديالهم تقبل الاشتقاق في هاد الصفر وبلس لانفيني مفتوح من جهه صفر، وملي بينا بان اف تقبل الاشتقاق في صفر على اليمين صافي درته مغلق، يعني صافي تقبل الاشتقاق. يلا غنحسب دابا اف بريم دو اكس باش نبينو هادي. دونك لكل من اف بلس اللي هي نت صفر بلس لانفيني لدينا اف بريم دو اكس كتساوي البريم ديال داك التعبير اللي عطاونا في التمرين هنا. عندك اف فوا جي، هاد اكس هو اف وهذا هو جي، اذا اف بريم فوا جي بلس اف فوا جي بريم. اذا اف بريم فوا جي زائد اف فوا جي بريم، وكنحسب البريم ديال كل حاجه ونشوفوا شحال غتساوي. شنو هي البريم ديال اكس؟ معروفه هذه كتساوي واحد، اذا مشات غيبقى لك جذر اكس ناقص جوج اس اثنان زائد اكس. اشنو هي البريم ديال هذا الجذر؟ اكس ناقص جوج اس اثنان. هنا غتطبق ديك القاعده ديال اف اس ان، عقلوا ليها مزيان، هذه راه قاعده في الاشتقاق، ديما الا عندك شي تعبير مرفوع بالاس كتطبق هذه الخاصيه هذه. شنو كتعطيني هذه الخاصيه؟ كتنزل داك الاس اللي هو ان، عاد كدير البريم لذاك التعبير اللي مرفوع بالاس، عاد كتنقص من الاس واحد. هذه هي الخاصيه ديالنا. يلا غتبع معايا هنا، هاد اكس راه كتبتو بحال عندك اف اس ان، ان هو جوج، يعني غنزل ان عاد غندير لذاك التعبير اللي مرفوع بالاس، غندير ليه المشتقة ها هو، يعني وصلت لهنا بقات لي هادي، عاد غنقسم من الأس واحد. إذا نفس الطريقة في جميع التمارين ملي تيكون عندك الأس، صافي؟ إذا جوج ناقص واحد، إن ناقص واحد، اللي كتعطيك نيت واحد إلا بغيتي تكتبها ديريكت ماشي مشكل، يعني جوج ناقص واحد هي نيت واحد. وغنحسب هذه ما فيهاش البريم، زائد اكس في جوج راه هي نت جوج في اكس، غنبدل لهم يعني نبدل لهم الترتيب. البريم ديال جذر اكس معروف هو واحد على اثنان جذر اكس، فيما قال لك الاستاذ حدد لي المشتقة ديال جذر اكس هي واحد على اثنان جذر اكس، هذه قاعدة. المشتقة ديال ناقص اثنان مشات كتساوي صفر، يعني غندير ناقص صفر بلا ما نكتب داك صفر، حيت أي عدد المشتقة ديالو صفر. هذا ما فيهش هذا القوس ما فيهش البريم، إذا غيبقى وغنقد الحساب. هنا غيكون واحد الاختزال جوج مع جوج
غتمشي غيبقى لك اكس، اكس كاين الفوق غيكون مضروب في هذا واحد، اكس في واحد راه هو نيت اكس، لتحت راه كاين جذر اكس. مزيان، عندك عاوتاني واحد القاعدة اللي مشهورة في الرياضيات، اكس على جذر اكس دائما كتساوي لينا جذر اكس. كيفاش مثلا نبينوها؟ غتضرب هنا في المرافق اللي هو جذر اكس وتضرب الفوق في جذر اكس باش تعطيك جذر اكس، صافي كتختزل وكتعطيك جذر اكس. اذا هذه غنحولها لديك القاعدة. هي كتساوي لينا جذر اكس. داك القوس الاخر من بعد غندير التعميل باش غنعمل، غنعمل بهذا القوس هذا جذر اكس ناقص 2 باش غنعمل، صافي هذا غنعمل به، غنعمل بجذر اكس ناقص 2. هنا عندك جوج ديال جذر اكس ناقص 2، عندك فيهم جوج حيت عندك اس 2، الا حيدتي واحد راه غيبقى لك واحد حيت عندك فيه جوج، حيدتي واحد ها هو باش عملتي وغيبقى لك الاخر، صافي كان اس 2 عملت بواحد وحيدت يعني غتولي هنا اس 1 حيت فرقتيهم. هنا الا حيدتي هذا باش عملتي حيدتي شنو غيبقى لك؟ غيبقى لك هذا التعبير اللي مضروب في فيه يعني جذر اكس، صافي هكا كنديروا لهذا العجب هذا. مثلا بحال عندك ا اس 2 زائد ا في بي، بغيت نعمل ب ا اشنو غيبقى لي انا؟ غيبقى لي ا حيت حيدتي واحد ا فيه جوج ديال ا، وهنا شنو غيبقى لك ملي غتحيد داك ا اللي عملتي به؟ غيبقى لك بي، هادشي اللي درت انا. من بعد نحيد دوك الاقواس، هاد القوس غنحيدو حيت متبوع اصلا زائد ماشي مشكل. من بعد غنقاد الحساب، جذر اكس زائد جذر اكس هي جوج ديال جذر اكس، جذر اكس زائد جذر اكس هي جوج ديال جذر اكس ناقص هاد جوج تساوي. شوفوا معايا شنو غندير، هنا عندك جوج وهنا عندك جوج، غنعمل بها هاد جوج غنعمل بها، ما غنجيبهاش لهنا غنجيبها لهنا، راه الا جبتها لهنا بيناتهم ماشي مشكل حيت كاين الضرب. اذا ديك جوج باش غنعمل غنخرجها هي الاولى غنبدا بها، ها هي جوج عامل هذا اصلا غيتكتب كما هو، وهنا الا حيدت هاد جوج باش عملت غيبقى لك جذر اكس، وهنا الا حيدت جوج باش عملت غتبقى لك بلاصتو واحد، صافي حنا توصلنا لذاك التعبير اللي عطاونا هو هذا، غير تقلب يعني هنا عطاونا جذر اكس ناقص واحد عاد جذر اكس ناقص جوج، وهنا لقينا جذر اكس ناقص جوج عاد جذر اكس ناقص واحد، راه بحال بحال الضرب بحال ا في بي بحال بي في ا. اذا حنا لقينا النتيجه، دابا غنمسح السبوره باش نمشيو للتتمه ديال بالنسبه لجدول التغيرات. غنحطو قدامنا داكشي اللي لقينا في اف بريم دو اكس، هو اللي غيعطينا فكره على جدول التغيرات. يلا غنحطو داكشي اللي لقينا، عندنا اف بريم دو اكس لقينا فيها جوج عامل لجذر اكس ناقص واحد عامل لجذر اكس ناقص اثنان. مزيان كتشوف مزيان في الداله المشتقه، يعني هذه إلا كان هاد التعبير موجب راه غتقول الدالة اف تزايدية، إلا كان سالب غتقول تناقصية، إلا ما عرفتيش الإشارة ديالو كتحل على شكل معادلة. دونك هاد جوج موجبة ما عندي ما ندير بها، اللي عرفتو موجب صافي كنحيدو من الدماغ ديالي، هاد جوج موجبة، ولكن هذا ما عرفتش الإشارة ديالو ما يمكنش نقول راه موجب ولا سالب، حتى هذا ما عرفتش واش موجب ولا سالب، وعندي الضرب، عندي الضرب، إذا الإشارة ديال هاد الدالة هادي هاد اف بريم هي الإشارة ديال الضرب، ديال الضرب ديالهم. إذا باش ندير جدول التغيرات غنرسمو، غنرسمو هنا ديما إلا عندك ضرب دالتين
في المشتقة كل دالة كدير ليها الخانة ديالها باش درت الإشارة ديال كل وحدة. هنا كنديرو اكس اول حاجة، عاوتاني كتحطها في جدول التغيرات، ما تفكر كاع شنو غتحط هنا، هي مجموع التعريف. ديما هنا مجموع التعريف، ديما مجموع التعريف، راه بزاف ديال التلامد كيديروا خطأ. داكشي اللي لقيتي في مجموع التعريف هو اللي غتحط هنا. شنو لقينا في مجموع التعريف؟ لقينا فيها صفر تال بلس لانفيني، من صفر تال بلس لانفيني، هادشي اللي عندنا. وهنا كتحط التعبير هذا، اما جذر اكس ناقص جوج ولا جذر اكس ناقص واحد، اخرى جذر اكس ناقص جوج. هنا كدير اف بريم دو اكس، وهنا اف دو اكس. دابا غنقلب على الحل ديال هادي والحل ديال هادي، غندير لهم الحل، غنشوف كاع شحال كتساوي هادي. لا غتساوي صفر، يعني جذر اكس واحد غندي على داك الطرف، غنلبس لهم الاستثنان، يعني اكس كيساوي واحد. نشوف ديك الاخرى غنلقى الحل ديالهم شحال كيساوي. اذا غنلبس الطرفين الاستثنان، هادي غتعطيك اكس، جوج الاستثنان هي 4. اذا الحل ديال هادي هي 4 والحل ديال الاخرى هي 1. غنرتبهم هنا 1 و 4. غندير بحال هكا. غنجي الاولى فين كتنعدم، شنو هو الحل ديال هادي؟ هو 1، والحل ديال هادي هو 4. شنو هي اشاره ا؟ هي بلس، اوكي، اشاره ا هي بلس. الاشاره ديال ا كتكون لليمين ديال الحل، والعكس كيكون اليسار ديال الحل. فين هو الحل؟ هو هذا اليمين ديالو، كتكون الاشاره ديال ا اللي هي بلس، والعكس اليسار. هذه عاوتاني الاشاره ديال ا هي بلس، غتكون اليمين ديال الحل، والعكس على اليسار ديال الحل. دابا غندير الاشاره ديال اف بريم دو اكس. اشنو هي الاشاره ديال اف بريم دو اكس؟ هي الاشاره ديال هذه في الاشاره ديال هذه، يعني ناقص في ناقص هي زائد، زائد في ناقص هي ناقص، زائد في زائد هي زائد. دونك ملي تتكون عندك زائد كتكون تزايديه، ناقص تناقصيه، وزائد تزايديه. ثاني حاجه اولا الخطوه الاخيره كتعمر هادو، ياك كتعمرهم. شحال لقينا في بلس لانفيني ملي حسبنا الليميت عند بلس لانفيني؟ هادشي في السؤال الاول لقينا فيها بلس لانفيني. شحال كتساوي الصوره ديال صفر؟ الى عوضتها صفر في هادي راه كتساوي نيت صفر. شحال كتساوي الصوره ديال واحد؟ الى حسبتها واحد جذر واحد هو واحد ناقص جوج واستثنان، يعني ناقص واحد واستثنان هو واحد، واحد في واحد هو واحد. شحال كتساوي الصورة ديال 4؟ إلا حسبنا جذر 4 هو جوج، جوج ناقص جوج هو صفر، صفر في هاد 4 كتساوي نيت صفر. إذا هذه هي الطريقة ديال إنشاء جدول التغيرات، نتمنى تستافدوا منه. دابا غنمشيو لطريقة رسم المنحنى وغتردوا معايا البال مزيان في هاد التقشر هذا. دونك دابا غنرسموا المنحنى اللي هو مهم جدا، وإلا فهمنا المنحنى ديال هاد الدالة هادي راه ما غنلقاوش مشاكل في الدول الأخرى اللي غنشوفوها من بعد، حيت غناخدو على المنحنى فكرة. إذا أول حاجة غتحطها قدامك هي هي جدول التغيرات، أوكي، مجموعة التعريف وجدول التغيرات. مجموعة التعريف هي صفر بلس لانفيني، وجدول التغيرات هو هذا، يعني داك جدول التغيرات اللي كنا جاوبنا عليه. هذه أول حاجة. وبالنسبة للمعطيات الأخرى راه كتكون عندك، يعني ديجا جاوبتي على المماسات والفروع اللانهائية إلى غير ذلك. دونك ملي كنرسم المعلم، ملي كنرسم المعلم أول حاجة كنرسموها هي المماسات، المماسات اللي عندك في التمرين. شنو هما المماسات اللي عندك في التمرين؟ حسبنا الاشتقاق يمين صفر، الى عقلتوا عليها يمين صفر، شنو لقينا في التأويل الهندسي؟ سي اف يقبل نصف مماس معادلته 4 اكس، نصف مماس معادلته 4 اكس. اذا هذا المماس هذا خصني نرسمه، صافي؟ إيكغي كيساوي 4 إكس، وهذه راه شرحت ديجا في الأول ديال الفيديو كيفاش كنرسمو شي مستقيم اللي كيساوي إيكغي، يعني إيكغي كيساوي واحد التعبير، يعني كيفاش كنرسمو. غنختار جوج نقاط أ بي، ديما ملي كتلقى شي مماس كترسمو. غنعطي مثلا الإكس صفر،
اذا اكغيك شحال غيساوي 4 في صفر اللي هي نيت صفر. غنعطي مثلا الاكس واحد، مثلا واحد في 4 هي 4. يلا غنرسم هاد جوج نقط، صفر صفر هي واحد 4 فين فين واحد 4 تقريبا هنا، وغنرسم هاد المستقيم هذا. هذا كيتسمى ممس، مي في الحقيقه ما خصناش نرسمو كاملا، ما خصناش نرسمو الممس كاملا. علاش؟ حيت الممس كنحتاجو فيه غير شويه، كنحتاجو فيه غير شويه بحال هكا. ولكن فين بالضبط؟ هذا هو المستقيم ياك، غنرسمو بحال هكا. غيدوز من هاد جوج نقط، هو هذا، هذا هو إيكغيك كيساوي 4 إكس. ولكن شنو قلنا؟ قلنا راه هذا غير ممس، ماشي مستقيم، غير ممس، يعني محتاجين فيه غير شوية. فين محتاجين فيه شوية؟ واش هنا؟ ولا هنا؟ ولا هنا؟ فين بالضبط ولا هنا؟ كيفاش كنعرفوا؟ كنمشيو فين حسبنا الاشتقاق؟ حسبنا الاشتقاق في صفر، اليمين ديال صفر، إذا كتمشي للنقطة اللي الأفصول ديالها صفر، واحد النقطة غنسميها إي. اشنو هو الافصول ديالها؟ حسبتي الاشتقاق في صفر، اذا غدير هنا صفر، وغتحسب الارتب ديال صفر. شنو هو الارتب ديال صفر؟ هو صفر. مثلا حسبتي الاشتقاق في واحد، غدير واحد النقطه اي، الافصول ديالها واحد، وغتحسب الارتب ديالها اللي هو الصوره ديال واحد، وكتلقى هنا صافي. هنا راه حسبنا في صفر، داكشي علاش درت هنا صفر، هاد صفر هذا اللي حسبنا فيه، وحسبت الاف ديال صفر ولقيت نيت فيه صفر. اذا كتمشي لديك النقطة بعدا، فين هي اللي حسبتي فيها الاشتقاق؟ هي هادي. دونك هادي فاش حسبنا الاشتقاق. اذا هاد الممس هذا غنحتاجو غير عند هاد صفر هذا، ما غنحتاجوش الفوق ولا شي حاجة أخرى، غنحتاجو غير هنا، غنحتاجو هنا، غنرسم فيه غير شوية، يكون دايز فوق هنا شوية، فوق ديك النقطة صافي. علاش ما رسمتوش عاوتاني لتحت؟ حيت كان عليا نرسمو حتى لهنا. ولكن حنا كنهضرو على اليمين ديال صفر، اذا الممس كنحتاجو غير في اليمين ديال صفر صافي. داكشي علاش رسمت شويه في اليمين ديال صفر، كون قلنا راه الاشتقاق في النقطه صفر غنزيد هذا الممس هذا يكون بحال هكا، ولكن حنا ما محتاجينوش هنا. اذا غنمسح، حنا رسمنا الممس، كنمشيو حتى الفوق ديك النقطة اللي حسبنا فيها الاشتقاق، عاد كنرسم فيه شوية. مزيان، حنا رسمنا الممس. تاني حاجة، كتمشي للفروع اللانهائية، إلا عندك شي مقارب ولا شي فرع شلجم ولا شي حاجة بحال هكا كترسمو، صافي شي مقارب كترسمو. شنو لقينا؟ غادي نمسح بعد هنا، فين هي ديك المساحة؟ تاني حاجة، كترسم المقاربات اللي عندك في الفروع. شنو لقينا في الفروع اللانهائية عند بلوس لانفيني؟ لقينا فيها سي اف يقبل فرع شلجمي اتجاهه الأراتيب. بمعنى المستقيم اللي غنحتاجوه في هذا التأويل هذا هو محور الأراتيب، يعني مرسوم ديجا، محور الأراتيب مرسوم، ماشي بحال اللي عطاك فرع شلجمي اتجاه المستقيم إيكغيك كيساوي. إلا كان عاوتاني إيكغيك كيساوي أنت كترسمو، ولكن قالوا لنا الأراتيب، يعني الأراتيب ما غنرسموش عاوتاني، صافي مرسوم ما هو كاين الأراتيب. كيفاش غيكون المنحنى؟ غيكون ضاير على الأراتيب حيت سميتو فرع شلجمي، ماشي غيقرب ليه، غيكون ضاير عليه. هذا هو الأراتيب، يعني المنحنى ما غيقربش ليه بحال هكا، حيت ما سميتوش مقارب اتجاه محور الأراتيب، سميتو فرع شلجمي، يعني غيدور عليه، كل ما كيطلع كيبعد عليه، إما هنا أو لا هنا أو لا هنا أو لا هنا، حسب الرسم غنشوفو فين هو، واش هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. يلا غنخليه من بعد حيت ديجا مرسوم الأراتيب، ما غنحتاجوش نرسموه. دابا ملي كترسم المماسات وملي كترسم المقاربات ديال الفروع اللانهائية، كتمشي لجدول التغيرات. غنمشي لجدول التغيرات، كنرسم النقط اللي يمكن ليها ترسم بحالاش النقطة صفر صفر. فين هي النقطة صفر صفر؟ غنرسمها هي نيت أصل المعلم، ها هي.
غنمشي غنرسم النقطة الثانية اللي هي واحد واحد، النقطة اللي الأفصول ديالها واحد والأرتب ديالها واحد. فين هي الأفصل واحد والأرتب واحد؟ يعني غتكون هنا، وغيكون واحد المماس أفقي حيت قيمة دنوية، قيمة قصوية وقيمة دنوية. هنا غنمشي للنقطة الأخرى، أربعة صفر، الأفصل هو أربعة والأرتب هو صفر. فين هي؟ على الأفصل هو أربعة والأرتب هو صفر، يعني فوق هانيت. هذه هي النقطة. غنمشي لهادي، بلوس لانفيني بلوس لانفيني، هذه ما كترسمش، ما يمكنش ترسم بلوس لانفيني، ما يمكنش. كنرسموا غير النقط اللي يمكن ليها ترسم بحال هادو اللي فيهم الأعداد. مزيان، ملي رسمنا دابا هاد النقط هادو، غنخلي دوك المماسات من بعد، دوك المماسات الأفقية. دابا غتجي غترسم المنحنى. يلا ردوا معايا البال كيفاش غنرسم المنحنى. المنحنى غيكون طالع نازل وطالع، دونك جدول التغيرات كيعطيك فكرة. غنبدا من النقطة صفر صفر، ياك جاي من صفر وغيطلع لواحد واحد وغينزل عاوتاني للأربعة صفر. هاني غنبدا من صفر صفر، فين هي صفر صفر؟ هي هادي، غندير عليها يدي. وفين هي واحد واحد؟ يعني غيطلع عند واحد واحد. فين هي واحد واحد؟ هي هادي. وهذا سميتو ممس، يعني المنحنى غيتحك معاه شوية، غيمسو ملي غيطلع، غيمسو شوية، هو تحك معاه شوية وغيطلع حتى لهنا. هاني طلع حتى لواحد واحد، يعني جيت من هنا لهنا. شنو غيطرا عاوتاني؟ غنجي من لهنا لهنا لأربعة صفر. فين هي النقطة أربعة صفر؟ هي هادي. إذا غنجي من لهنا النقطة أربعة صفر، هاني دابا وصلت لهنا. شنو غيطرا عاوتاني؟ المنحنى غيطلع، ولكن ملي غيطلع المنحنى واش غيمشي لهاد الجهة ولا غيمشي ديريكت ولا غيمشي لهنا ولا غيرجع لهنا؟ ما عرفناش بالضبط. شنو اللي كيورينا شنو كاين بالضبط؟ الفروع اللانهائيه. شنو قلنا في الفروع اللانهائيه عند بلس لانفيني؟ عند بلس لانفيني شنو قلنا؟ قلنا يقبل فرع شل جميل اتجاهه محور الاراتيب. فين هو محور الاراتيب؟ هو هذا. يعني ملي غيطلع المنحنى، حيت تما غيطلع، ملي غيطلع المنحنى ماشي غادي يقرب المحور الاراتيب، غيدور عليه حيت سميتو فرع شل جميل. اذا هو غيطلع، غيطلع، ولكن ها هو محور الارتيب، غيكون بحال الا كيوازيه، ما عمرهم غيتلاقاو بحال الا كيوازيه وكيطلع، يعني بحال هكا بحال هكا. هادشي علاش سميتو فرع شل جميل، يعني ما عمرهم كيتلاقاو، ديما كيكونوا بحال الا متوازيين. صافي، هذا هو المنحنى، هذا هو المنحنى. بالنسبه لهنا فقط كفكره، حيت هذه كتسمى قيمه قصويه وهذه قيمه دنويه، هنا كنديروا مماسات افقيه. اذا بحال عندك واحد القيمه الفوق كدير لها هذه المماسه هذا، وهذه القيمه هذه كدير لها هذه المماسه هذا. هنا في هذه النقاط، النقطه هذه واحد واحد، دير واحد المماس صغير، يعني حدود بحال قلتي حدود. وهنا عاود ثاني واحد المماس صغير، صافي، حدود باش سميتو قيمه دنويه وقيمه قصويه. اذا هذا هو السي اف، ونتمنى تستفدوا من هاد لا فيديو. هادي موعدنا ان شاء الله في لا فيديو اخرى، ملي غنشرح داله اخرى والطريقه ديال رسم المنحنى. الى اللقاء. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. جميع الحقوق محفوظه لدى قناه.